السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم. توفي مساء اليوم الأربعاء الفنان والممثل القدير الجزائري إبراهيمي السعيد المعروف بسعيد حلمي بعد تدهور حالته الصحية منذ إصابته بفيروس كورونا. وكان الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد كشف أن الحالة الصحية للفنان الجزائري القدير سعيد حلمي صعبة للغاية وحرجة جراء إصابته بفيروس كورونا. وتعرض الممثل والفنان القدير سعيد حلمي إلى وعكة صحية وتوفي اليوم. إن لله وإنا إليه راجعون. ادعوا له في التعليقات بالرحمة والمغفرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.